أبو ضحى، عمري 25 سنة، متطوعة في مؤسسة أنا أتجرأ للتنمية المستدامة ضمن برنامج الجي في أس الشباب من أجل ثقافة الخطاب البديل والسلم الإيجابي. من خلال تطوعي في برنامج الجي في أس لقيت بيئة كثير فريندلي، لقيت كثير ناس بيساعدوا بعض، كثير ناس بتتعلم من بعض، وهذا الإشي خلاني أحب فكرة البرنامج أكثر، لأنه بيزيد لي كثير أشياء من خلال اكتساب مهارات جديدة أو مشاركة المعلومات مع الغير ومشاركة المهارات اللي هي أوردي موجودة عندي. اللي لقيته جوا البرنامج إني بقدر أنتج محتوى للمجتمع، بقدر أكتب، بقدر أعمل ممكن منتج مرئي أوصل فيه صوتي وفكرتي وآرائي. تعلمت كثير عن موضوع كيف العمل بيصير جوا المؤسسة، كيف القانون أو بعرفش المانيوال للناس اللي تتعامل فيه جوا المؤسسة. تعلمت كيف إنه احترام الوقت واحترام المواعيد واحترام رأي الآخر وتقبل رأي الآخر، وتعلمت كمان لأنهم تاحوا لي فرصة إني أجرب فكرة جديدة، يعني فكرة فنية مثلاً أدمجها بفكرة عن السلام أو فكرة عن تقبل الآخر أو خطاب البديل. أكتر إشي حبيته إن نقدر نوزع المهام على بعض ونشتغل كتيم وورك، وكل حدا بيشتغل الجزء اللي خاص فيه، وبالآخر نطلع ببرودكت كتير حلو للمجتمع. من خلال التدريبات والفرص اللي أتيحت لي بالمشروع قدرت أكون شبكة أكبر من الناس ومن المعارف وبرضه من المعرفة. طبعاً أنا بتمنى إنه كل الشباب اللي عندهم وقت لأن يتطوعوا في هذا البرنامج بنصحهم أنه يتطوعوا، لأنه هذا الإشي رح يغير من مفاهيمهم ورح يغير من حياتهم وطريقة رؤيتهم للحياة.